رجعنا لكم بفعالية جديدة. فعاليتنا تعتبر ساعة من الساعات التطوعية لأولياء الأمور، وبكده حضراتكم هتشاركوا الأولاد فيها. فعاليتنا لنستمتع بوقتنا داخل كامبنا، هننشئ كامب داخل البيت مع الأولاد. ممكن حضراتكم وأخواتهم تستمتعوا وانتوا بتنشئوا الكامب. الغرض منها اللي احنا بنفتح العنان قدام خيال الأولاد وبيستمتعوا بوقتهم وبيتعلموا كمان بالاكتشاف. هتنشئوا الخيمة دي وتصوروا لنا كل جزء وانتوا بتعملوا فيديو أو صور وتبعتوها لنا، عبارة عن مجموعة من العصيان هتتربط، هيتحط عليها ملاية أو ستارة أو قطعة قماش عندكم بأي شكل من الأشكال. ممكن تحطوها على حبل لو ما عندكمش عصيان، على كراسي، هتنشئوها مع الأولاد في المكان الأولاد يحبوه. كمان هتجهز لهم الخيمة بتاعتهم بلبس رياضي هم يقدروا يلبسوه، بأطعمة، بمخدات، تجهزوهم كأنهم في كامب حقيقي. هيتعلموا بالاكتشاف، هيصوروا لنا نفسهم هم بيتكلموا عن لعبة بيحبوها، عن غذاء بيحبوه، عن حيوان بيحبوه، وكل يوم حاجة جديدة. احنا مستنيينكم خلال الاسبوع ده. الطفل هيصحى من نومه ويحدد الوقت اللي هو هيدخل فيه، هيجهز طعامه كأنه قاعد مع اصحابه، هيتخيل وقته مع اصحابه وهيلعب رياضة وهينظف المكان الكامب بتاعه. احنا منتظرين منكم اعمالكم خلال الاسبوع ده بإذن الله.